السلام عليكم البنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير ديال الخزو بنكهه الفاني اللي كنحتاجو في المقادير: ثلاثه الخزوات كبار ومسلوقين في الماء، ربعه الليمونات مقطعين مكعبات، جوج فاني وجوج معالق السكر على حسب الذوق. ودابا غادي نمروا لطريقه. كناخذوا البنات الخلاط الكهربائي، كنضيفوا ليه الجزر، وكنضيفوا كذلك الليمون، كناخذوا الماء اللي سلقنا فيه الجزر كنحتفظوا به، وكنضيفوا هذه المكونات، كنضيفوا البنات جوج فاني، وكنضيفوا كذلك جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وكيبقى على حسب الذوق. وكنزيدو كذلك شويه الماء، الا ما كفاناش داك الماء اللي سلقنا فيه الجزر نضيفو كذلك شويه الماء يكون بارد. هنا البنات ضفت الماء وغنطحنو كلشي. هنا البنات ضفت كاس كبير ديال الماء بارد وغنطحنو هادشي كامل. ها هو البنات، من بعد ما طحنا العصير ديالنا غادي نخويوه في القرعه ديال الدجاج ونخليوه يبرد ونتلاقاو ان شاء الله. ها هو البنات، العصير ديالنا من بعد ما برد مزيان كنقدموه بالصحه والراحه. كونوا متاكدين البنات هاد العصير كيجي رائع بزاف، كيكون فيه داك اللوك ديال الفاني، واصلا كيجي خاطر وزوين صراحه. المهم البنات جربوه ما غاديش تندموا، وبالصحه والراحه الى جربتوه مسبقا. وشكرا والى اللقاء.